بمناسبة حرب تشرين التحريرية بحب وجه تحية للجيش العربي السوري اللي هو الضامن الوحيد لترجع بلدنا مثل ما كانت وأحسن. بذكرى حرب تشرين التحريرية بنحب وجه رسالة للجيش العربي السوري الباسل، نقول له كل عام أنتم بخير، ولقائد هالجيش الدكتور بشار حافظ الأسد، ونقول إن شاء الله مثل ما انتصروا بحرب تشرين راح ينتصروا بدحر الإرهاب، والله يحميهم ويحمي هالبلاد ويحمي قائد هالبلاد. بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريري نحب نوجه تحية للجيش العربي السوري، ومثل ما انتصر في 73 أكيد رح ينتصر على الإرهاب ويرجع سوريا أحسن وأحسن. كل عام وأنتم بخير. حرب تشرين التحريرية كانت نصر كبير وشرف لنا بانتصار جيشنا العربي السوري، والله يحيي الجيش وينصرون على أعدائهم، وإن شاء الله كلياتنا لهالوطن نحن فيه كمان. بذكرى حرب تشرين التحريري وجه أكبر تحية للجيش العربي السوري، الله يحميه